يا ماما. ما بيجي كثير وقت. قال لي ما في مدارس. سالي عايز عبره عايز عبره في مدارس. أما مدرسة ولا لا؟ أنا بلا. كل مرة مستعملين هذا السلاح؟ كتير، كل معركة مستعملينه. من 2008 لهلا، من وقت اللي وعينا على الدنيا، إحنا بنعرف شو هو السلاح. ما بتخافوا منه؟ لا. ليه ما بتخاف؟ بركي بركي اشتري حدا قوصك شافك حامله وقوصك. على قليلة أنا عم دافع عن منطقتي وبموت شهيد لأني عم دافع عن أهلنا وأهل منطقتنا. بس ما أنت صغير، كيف بدك تقدر تحمل وتقوص بعيدا؟ بحمل وبقوص سعودي. ما علي، أنا لأني خلقت بهالمنطقة وتعودت عليه بقدر أحمله وقوص فيه كتير. يعني الكبير ما حي ما لا اللي جاي جديد على التبن ما حيعرف يقوص أبني. شو أنواع الأسلحة اللي بتعرف تستعملها؟ أنا كليشن وأخنس خشبية M16 وM4 بالأوس إنه كذا بيرد بعرف جيترين فال بعرف استعمله سيمينوف. أنا بكل المعارك مشارك. كيف مشارك؟ بركي عم تضحك علي، شو بأكد لك؟ لا لأن أول شيء إذا ما بدنا نشارك مين بده يدافع؟ واحد بيهرب عالضيعه. طب ودوا اهلكم ونسوينكم ولادكم وانتوا ضلوا هون، شو حيصير لكم؟ ما انتوا عم تدافعوا عن منطقتكم. طب ما انت صغير، في الكبار بدافعوا، ليه انت بدك تدافع؟ في الكبار اوقات بتهرب بتروح قول بلكي تضررنا وتقوصنا. الكبار بتهرب وانت بتضل؟ ايه. انا لو شو ما يصير ما بطلع من التبينه وهي علوني. طب بركي قتلوك. ما علي، بموت شهيد عم دافع عن منطقتي يعني. عمرك 15 سنة. طيب 15 سنة وحامل سلاح. نحن هيك بالتبينة، يعني ما بس انه انا طلعت بحمل السلاح، ابن عمي كان هسه اصغر مني، يعني نحن هون بالتبينة ابن عمي اصغر مني انحبس بسوريا، انه كمان منو حرام انه نحن عيب اذا حملنا السلاح وقتلناهم. ما بتخاف تنقتل؟ كل واحد بيموت بيومه، انه ما بده يموت، بس اذا بموت انا في التبينة بكون مبسوط ومرتاح. اجوا ودبحوا العالم هون وقتلوا اهلي، حبسوا ابي 5 سنين بسوريا وقتلوا عمي والشهيد ابو عربي والشهيد رفيق الحريري والشهيد اللي وقع وسام الحسين. مش لازم تكون بالمدرسه عم تتعلم؟ بلى. طيب خبي، كيف عم تنسق بين المدرسه والسلاح؟ هلا اذا علقوني لا بختار سلاح، بختار سلاح اذا علقوني بتكون المدرسه مسكره. أنا اسمي خولد، عمري 10 سنين، صف الربع ابتدائي. أنا بحمل سلاح كرمال دفاع عن منطقتي. هلا شو بيستعملوها؟ هاي الواحد وسطه وما مات تفقع وفيها عروسه دغري بموت أو بتفوت أو بطنه بجرب.